السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك. قبل ما أقول لكم الأسعار يا جماعة، اللي ما اشتركش في القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. هنبدأ بالدينار الكويتي. سجل الدينار الكويتي اليوم 61 جنيه للشراء بتراجع 18 قرش، 63 جنيه و 47 للبيع بتراجع 14 قرش. أما الريال السعودي 5 جنيه و20 قرش للشراء، 5 جنيه و23 قرش للبيع. الدرهم الإماراتي 5 جنيه و34 للشراء، 5 جنيه و36 للبيع. الدينار البحريني 50 جنيه و67 للشراء، 52 و17 قرش للبيع. الريال القطري 5 جنيه للشراء، 5 جنيه و40 قرش للبيع. الدينار الأردني سجل 27 جنيه و27 قرش للشراء، 27 جنيه و74 قرش للبيع. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة، من فضلك اشترك في القناة وفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. وشكرا وكل سنة وانتم طيبين.